بعد جلسة تفاوض عقدت بعد منتصف ليلة أمس بين الاتحاد العام التونسي للشغل ووزير النقل التونسي، تم التوصل إلى حل وسط يرضي على الأقل المحتجين والمضربين عن العمل من سائقي القطارات والحافلات، وهو أن تقع يعني صرف مستحقاتهم المالية المتمثلة في رواتبهم وكذلك في مكافآت نهاية العام الماضي، يعني إلى غاية أو على أقصى تقدير في يوم 16 من يناير هذا الشهر يقع صرف هذه المستحقات المالية. لكن طبعا هناك تلويح بالأضراب مجددا في قطاع المواصلات الحكومية، تقول عنه شركة النقل العام أنه سيكون في تاريخ 25 من يناير كذلك هذا الشهر إن لم تتمكن الحكومة من إيجاد حل لباقي الأزمات المهنية الموجودة في قطاع المواصلات الحكومية. شركة النقل العام تقول إن موظفيها يعملون يعني بشكل مهين لهم، ليس هناك عدد هام من الحافلات التي تقل الركاب سواء موظفين أو طلبة أو مرضى يتنقلون إلى المستشفيات ويحتاجون إلى هذه المواصلات الحكومية. أيضا يعني هناك 50% تقريبا من أسطول النقل البري هو في حالة عطب. اليوم الأرقام التي تنشرها يعني مرافق الاتحاد العام التونسي للشغل تقول إن 200 حافلة فقط تعمل في مختلف المحافظات التونسية وخاصة في العاصمة التي تمثل مركز ثقل يعني كبير وحيوية كبيرة وتنقلات كبيرة موجودة في شوارع العاصمة التونسية. إذن كوثر، تعود اليوم المواصلات العامة بعد يوم كامل تقريبا من الشلل وكذلك يعني من الانقطاع عن التنقلات العامة في صفوف الموظفين وكذلك من يعني يستعمل هذه المواصلات العامة. ستتواصل أيضا المفاوضات بين الطرف الحكومي وكذلك الطرف النقابي الممثل في الاتحاد العام التونسي للشغل من أجل ربما عدم الذهاب نحو خطوة الإضراب. هذه بعض يعني الصور المباشرة لعودة عمل بعض الحافلات وكذلك وسائل النقل الحكومية في الشوارع التونسية. الحكومة التونسية كوثر تقول إنه لا مجال لإعلان أي إضراب آخر في هذا القطاع الحيوي والذي يعني مهم جدا بالنسبة للتونسيين، خاصة وأن تونس تعيش أزمات مالية كبيرة ولا تحتاج ربما إلى إضرابات أخرى قد تعيق اليوم يعني النهوض بالاقتصاد التونسي في ظل كما قلت هذه الأزمات المالية والديون الخارجية لتونس المتراكمة. أقول فقط أن المطالب الرئيسية لشركة النقل العام هي اقتناء أسطول جديد أو على الأقل التجديد في هذا الأسطول، إصلاح أعطاب الحافلات، تهيئة الطرقات العامة يعني والبنية التحتية والعمرانية من أجل تفادي حوادث الطرقات، وتحسين وزيادة في رواتب الموظفين والسائقين. نعم.